ورجعنا لكم مرة تانية على الهواء مباشرة ومكملين معاكم باقي فقرات نهارك سعيد. ويمكن الشغل شاغل المصريين دلوقتي الانتخابات اللي جاية والبرلمان اللي جاي، لأنه من أهم البرلمان، يعني هي مرحلة خطيرة جدا بتمر بيها مصر، والبرلمان اللي جاي هو من أخطر البرلمانات اللي هتكون موجودة فيها مصر. صحيح. وكل السياسيين وكل الأحزاب، سواء اللي كانت موجودة قبل كده أو سواء اللي تم إنشائها بعد الثورة، كلهم في صراع مستمر طول الوقت. فاحنا بنتمنى ان تكون مصلحة مصر هي المصلحة الأولى. والأهم الخطوات طبعا اللي كانت كنا كلنا بننادي بيها، سواء المقيمين جوه مصر أو بره مصر، وكل القوى السياسية وكل القوى الشعبية ومصر كلها كانت بتنادي بيها، هو طبعا أحقية المصريين في الخارج بالتصويت. وكان عندنا فقرة مهمة جدا في هذا الموضوع، وكان أحد المعنيين بهذا الشأن والمسؤول عن هذا الموضوع كان جاي عشان يرفع دعوة على الحكومة المصرية عشان خاطر يطالب بحقه في هذا الحق، بحق المصريين في التصويت في الخارج. ولكن تم الحمد لله اقرار هذه الخطوه المهمه جدا. هنعرف اكتر عن رد فعل القوى السياسيه وايه اللي جاي بالنسبه لهذا الموضوع، وايضا في مواضيع تانيه كتير، من خلال ضيفنا دلوقتي وهو الاستاذ سعد عبود نائب رئيس حزب الكرامه. صباح الخير. اهلا. صباح النور. صباح الخير يا فندم. حضرتك خلينا نبدا على طول، حضرتك شايف ان الانتخابات اللي جايه لمصر شكلها هيكون عامل ازاي، وحضرتك بتتمناها تكون شكلها عامل ازاي؟ بتمنى انها تحقق طموحات مصر الحديثه بعد الثوره، لان احنا خرجنا من نفق مظلم وواقفين في ميدان فسيح وبنستكشف طريقنا. واحد ادوات هذا الاستكشاف هو ان نبني مؤسسات، ولا يمكن بناء مؤسسات تستطيع ان تقود مصر نحو الطموحات التي يريدها الشعب المصري بعد الثوره الا من خلال دستور متوازن يحقق توافق العام لمجمل او لجميع الشعب المصري. اكيد طبعا. دستور فيه يحقق الرضا العام، دستور يحقق تداول السلطه، دستور لا يحقق غبن لاي طائفه من الطوائف، يقوم على المواطنه وينتهي بالحقوق السياسيه والاجتماعيه والاقتصاديه التي يتطلع الى تحقيقها الانسان المصري في سكنه وفي معيشته وفي ماكله وفي مشربه وفي مواصلاته وفي وظيفته. طيب خلينا نقول خلينا نقول ان البرلمان يمكن لا وخلينا نقول ان البرلمان اللي جاي سواء مين هيكون موجود فيه هو ده اللي هيكتب الدستور بتاع بلدي اللي جاي ده. صحيح. اتمنى ان البرلمان الجاي وليس يعني احنا الانتخابات اللي تمت في تونس انتخابات تمت على اعلى مستوى، ده صحيح، نسبه 90%، في توازن الى حد ما، توازن في اليسار موجود وفي الليبراليين وفي الاسلاميين. صحيح الاسلاميين واخدين درجه على انما في نوع من التوازن، بمعنى هناك صوت موجود لكل الاتجاهات الموجوده في البرلمان، وبالتالي هذا الصوت هيعبر عن حقه في ان ينال نصيبه في دستور متعادل متوازن يحقق توازن السلطه ويحقق التداول في السلطه. نتمنى ان احنا نسير فيه، نتمنى ان